أليبان عبدي تطول الكرة على عبدي والصيعري يحاول يمرر عند عبدي يحاول التقدم إلى الأمام يصور الله 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 عبدي يسجل التعادل عبر شاشات التلفزيون الكرة الآن موجودة عالية لدى للاتفاق علي أبدي الكرة الثابتة أرسلت وشرحيل خيري ويكبي يرسل كرة حلوة 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 من الكويكبي لليبان عبدي ليبان عبدي يحاول أمام أكثر من لاعب يستقبل لازال يستخدم مهاراته ويرسل عرضية والروج جول للروج 40 تمريرة صحيحة في الدقائق الماضية من زمن اللقاء علي عبدي يأخذ كرة عرضية من الجانب الأيسر الآن عبدي أمام تغطية موجودة فرصة للكرة عرضية مرة عبدي هناك فخر الدين بن يوسف ينتظر عرضية خطيرة إيلي يبحث المرور الدفاع يبدأ من جانب حسن الحبيب محاولة لإخراج كرة للأمام الصيري ثلاث مقابل أقل من ربع ساعة متبقية على زمن اللقاء الاتفاق والرائد لا زالت في التعادل السلبي محمد الصيري البديل يعطي الكرة لدى عبدي تسديده الله ينطلق بكرة إلى الأمام على جهة اليسرى السيد الاتفاق الآن عند ليبان عبدي مر يا سلام على المهارة العالية ليبان يتقدم الآن ويحاول ويحط كرة ويمر ويرسل والروج وكرة بفعل ذلك الفيحاء تقدم لإيزيغيري في الجهة اليمنى الاتفاق ينجح في الإبعاد في اللقطة الماضية يفقد الكرة بصورة غريبة أيضا هنا من جانب دفاع الرائد عدم التركيز التسرع المجهود البدني فرصة هدف ثاني رقم 20 ما بين الفريقين هنا في الدوري مرور من الجانب الأيسر محاولة للتوغل والتقدم والكرة البينية الله حاضر لازال التعادل السلبي الآن على طول من حسين السيد مرور لليبان عبدي وانطلاقة حلوة من ليبان والعرضية موجودة بالنسبة للشهري التقدم لليبان ليبان يتقدم الآن ويحاول ويحط كرة ويمر ويرسل وصلت لحسين السيد لمسة على طول لمسة حلوة وحالة تسلل والأجانب السبعة الآن هنا محاولة وفرصة فيها انطلاقة الآن ليبان عبدي والتحرك موجود كويكبي عبر شاشات التلفزيون الكرة الآن موجودة عالية لدى فخر الدين بن يوسف